إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام عليكم. في يوم من الأيام دخلت امرأة عجوز مستشفى، وكان ظاهر عليها الإجهاد والتعب، ومن مظهرها البسيط بتظهر حالتها المادية، وكان برفتها شاب في العشرين من عمره، وظهر عليه هموم الدنيا والتعب، والزمن أخذ منه ضحكته وطاقته. طبعا لما دخلت المرأة ومعها الشاب المستشفى، استقبلهم الطبيب، وكان في شاب سهران على استقبال المرضى بالمستشفى. قرب الطبيب من المريضة وسألها: إيه اللي بيألمك يا أمي؟ ردت عليها الست الكبيرة بصوت خافت: أعتقد أنه الضغط والسكر مرتفع. طبعا ابتسم الطبيب في هدوء وقال: خير بإذن الله، وكشف عليها. وفي أثناء الكشف رن تليفون الشاب المرافق للست المريضة. طبعا اعتذر من الطبيب وخرج من غرفة الكشف علشان يرد على التليفون، ولما انتهى من المكالمة رجع تاني لغرفة الكشف وعيونه مليانة دموع، وباين على شكله أنه حزين جدا. وبعد كده سأل الطبيب عن حال المريضة باهتمام، فرد عليه الطبيب وقال: هي في حاجة ضروري للأنسولين، والأنسولين حاليا مش متوفر في المستشفى عندنا. رد عليه الشاب وقال: أنا سأذهب فورا للصيدلية وأجيب الأنسولين حالا. فالأم المريضة قالت للشاب: لكن يا ابني البرد شديد بالخارج، ومش عايزة أتعبك تاني، كفاية تعبك لحد دلوقتي. فرد عليها الشاب: المهم سلامتك يا أمي. وبعد كده انصرف وراح يجيب الأنسولين. فلما مشى طبعا سألها الطبيب: ما تقلقيش يا أمي، ده من واجب رعايتك علشان أنت أمه. فردت عليها الأم بنظرة استغراب: بس أنا مش أمه، أنا كنت جاية المستشفى سير على الأقدام في الجو البارد علشان أوفر ثمن المواصلات. فوقف الشاب ده بسيارته لي علشان يوصلني للمكان اللي أنا رايح لي، ودلوقتي كمان رايح يجيب الدواء لي ويدفع ثمنه من جيبه. وبعد وقت قصير رجع الشاب معاه الأنسولين وأعطاه للأم المريضة. وبعد شوية تليفون الشاب رن تاني، فاستأذن من الطبيب علشان يرد على التليفون. وبعد مرور وقت قصير رجع الشاب، لكن المرة دي كان مبتسم وظاهر على وشه الفرحة وهو بيرد: الحمد لله، أشكرك يا رب. فمن فضول الدكتور سأله: إيه الموضوع؟ فرد عليه الشاب وأخبره أنه مغترب هنا في البلد وبيشتغل، وأهله وزوجته بيعيشوا في بلد تانية، وكانت حامل بعد 7 سنين من الزواج. وفي الاتصال الأول أخبروه أن حالتها خطيرة جدا، وخلال طريقه للصيدلية علشان يجيب الأنسولين كان بيدعي ربنا عز وجل أنه ينجي زوجته وابنه القادم. وفي الاتصال الثاني أخبروه أنه حالتها تحسنت وهي الآن في حالة جيدة تمام. طبعا رد عليه الطبيب في ذهول وقال له: الخير اللي فعلته مع الست الكبيرة عاد إليك بالخير. وبس كده يا صاحبي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وشير لكل أحبابك على كل المواقع، واشترك بالقناة لو كنت أول مرة تشوف القناة، وكمان تعليق حلو منك بالصلاة على رسول الله. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا الصحابي الجليل خالد ابن الوليد ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر القرشي المخزومي، ويكنى بأبا سليمان، ويلتقي مع رسول الله في الجد السابع، وكان ولده سيدا من سادات بني مخزوم. طبعا الغزالي كان عالم كلام فقيه وفيلسوف مسلم وشهير، وده كان في القرن 11 الميلادي، وكان له كتاب مشهور حقق شهرة كبيرة وواسعة في عالم العلوم والكتاب. طبعا في الأيام الأخيرة اكتشفوا مقبرة لقوم عاد في صحراء الربع الخالي في السعودية، ودي اتلقت بالصدفة لأنهم كانوا بينقبوا على الغاز الطبيعي. الحجر الثاني معانا حجر بينت، والحجر ده من الأحجار الكريمة اللي ممكن يكون سمعنا عنها. طبعا موسوعة جينيس الأرقام القياسية وصفت الحجر ده بأنه أندر المعادن على كوكب الأرض، وأنه أمر نادر الحدوث.